بسم الله. عندنا تمرين من تمارين التوازن اسمه ريفرس لانج تو بالانس. التمرين ده هنعمله 15 تكرار وثلاث جولات وراح لحد 90 ثانيه بس. الجوله الواحده باخد فيه بلعب برجل اليمين ورجل الشمال، دي الجوله الواحده. طيب هنقف رجليا باتساع الحوض وهرجع مثلا برجل اليمين خطوه لورا، هنزل لانج بعد كده هقف هطلع هعمل الايه البالانس، هرجع تاني هاخد واحدة لانج كده هطلع ايه بالانس، هجيب 15 منتهى الهدوء. دي تمرين توازن مش عايزين ايه نعمله بسرعة، تمام؟ 15 15 دي جولة، ثلاث جولات ونروح لحد 90 ثانية.